نروح لزميلنا الرجاله عشان دي مهمه مع سامي ومصام مدرب النادي الاهلي ونرجع لحضراتكم مره. كابتن سامي برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، فرحه حلوه، كان مهم جدا ان انا اختم الدوري او اختم الاحتفاليه بفوز على نادي الزمالك 4-1. مليون مبروك على موسم صعب جدا، 5 بطولات، ومليون مبروك على الفوز على الزمالك. اولا طبعا بشكرك طبعا على الكلام ده، ومبروك لكابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت كان مهم جدا النهارده ان احنا نختم ختام مميز، خصوصا بتلعب فرقه كبيره النهارده. اعتقد الحمد لله النتيجه واداء الحمد لله كان شكلنا كويس جدا في الملعب، سواء المستوى الفردي او المستوى الجماعي او حتى الاهداف. اعتقد ان النهارده اكبر رد لينا على الاخفاق اللي حصل السنتين اللي فاتت في الدوري العام. جمهور النادي الاهلي انا عارف لو يستحق اكتر واكتر، لكن احنا وعدناه من السنه اللي فاتت ان احنا ان شاء الله كل البطولات اللي احنا هنشارك فيها ان شاء الله نقدر نحققها، والحمد لله ده بالفعل اللي حصل. ان شاء الله اللي جاي افضل لينا ولجمهورنا، ودايما بدعمهم احنا بنمشي وبنستمر اكتر وبناخد قوتنا منهم. فبشكرهم طبعا على الحضور، وبشكرهم على الروح دي، وبشكرهم على اللي هم كانوا دايما في ظهرنا في الاوقات الصعبه قبل الحلوه. فكل الشكر ليهم، ودايما يا رب ان شاء الله دايما نفرح جمهور النادي الاهلي. كابتن سامي مصطفى على المستوى الشخصي واحد من ولاد النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، لو طلب منه يكون موجود في اي مكان في النادي الاهلي ما بيقولش لا، بيقول نعم وحاضر. مدير فني فتره مؤقته زي ما قلنا بتقول نعم وحاضر. الاخلاص والحب اعتقد هو بتبقى سمه مهمه جدا في اي فرد داخل منظومه النادي الاهلي. يعني بص انا يعني زي ما انت قلت، يعني انت اللي بنت اي حد بينتمي النادي الاهلي حاجه كبيره جدا، يعني بغض النظر عن اسمك او تاريخك او مهما تكون انت كنت نجم او ما كنتش نجم، فالنادي الاهلي دايما هو اللي بيضيف لاي حد. يعني الحمد لله النادي الاهلي كبرني وحطني في مكانه كبيره جدا، بشكر ربنا عليها طبعا. يمكن ربنا مثلا عوضني الفتره اللي هي بتاعت اللعب في التدريب الحمد لله، فبشكر ربنا وده فضل من عند ربنا. الواحد بيتعب وبيجتهد الحمد لله اللي يكون مردود ده للنادي والمجلس الاداره اللي هم يثقوا في الواحد، فاعتقد الحمد لله ده اكبر رد من ربنا، وراضي جدا طبعا على الواحد فيه. وزي ما انت قلت الواحد هيفضل خدام لتراب النادي الاهلي، لان اي حد مش انا بس، ده اي حد بينتمي النادي الاهلي يتمنى يكون في المكانه دي، ويتمنى لو يخدم النادي الاهلي في اي بوزيشن موجود. يعني حسمتوا الدوري قبل المباراه، لكن ازاي حضرتوا اللعيبه لماتش الزمالك؟ عارفين انها بطوله ثانيه وعارفين انها مباراه مهمه، ايه اهم المعالم الفنيه اللي اتكلم فيها مستر مارسيل كولر قبل هذه المباراه؟ زي ما قلت لك هو الراجل حاسس طبعا بجمهور النادي الاهلي وعارف كويس يعني ايه مباراه قمه، وعارف يعني ايه ازاي انت بتلعب فرقه كبيره زي نادي الزمالك، وعارف اللي انت عاوز تحقق انجازات وحاجات ليك ولناديك. النهارده الحمد لله اتمنى ان احنا ننهي الموسم موسم بلا هزيمه ان شاء الله، وفي نفس الوقت اقل عدد من الاهداف دخلت فينا. فالراجل كان اتكلم على اهميه المباراه النهارده. عندنا برضو الحمد لله لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، يعني مقدره يعني النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، بدايه من الشناوي لحد اصغر لعيب في الفرقه موجود النهارده. فاعتقد الحمد لله كان المسؤوليه دي واضحه عليهم جدا، واتبلورت الحمد لله بالنتيجه الكبيره ديت. واعتقد ان يوم سعيد على جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله دايما ان شاء الله في فرح النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن سامي.